مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم إلى النشرة الجوية. نسهلها بتحليل صورة السطل، حيث نلاحظ سحب منخفضة على طول الواجهة المتوسطية. غدا بحول الله من المتوقع أن تكون الأجواء باردة بمنطقة الأطلس، بالريف، بجنوب المنطقة الشرقية، وكذلك بالجنوب الشرقي وبشمال المملكة. يتوقع انتشار كتل ضبابي على طول الواجهة المتوسطية بشمال منطقة الشرق وكذلك بالسهول الأطلسية، فيما ستكون السماء غائمة نسبيا بالأطلس وعلى طول الواجهة المتوسطية وقليلة السحب الصافية ببقية المناطق، مع هبوب رياح نسبيا قوية بمنطقة طنجة. بطنجة ستصل درجات الحرارة خلال الليل إلى 13 درجة، وستسجل كذلك بتطوان درجة واحدة تحت الصفر، ببولمان 0 درجة، بإفران درجتين، ستسجل بفيكيك وكذلك ببوعرفة، وثمان درجات بالناظور وبمدينة تازة. ودرجات حرارة النهار ستتراوح ما بين 16 درجة بمدينة وجدة، 10 درجة بالحسيمة، 20 درجة بالرباط، 22 درجة بالدار البيضاء، وستسجل كذلك بمدينة سطات. بوسط المملكة يتوقع أن تكون الأجواء صافية ومشمسة إلى قليلة السحب، كما يظهر درجات الحرارة بمدينة الرشيدية 3 درجات، وكذلك بورتزات 5 درجات، بأرفود 6 درجات، بزاقورة وبطاطا 8 درجات، بتارودانت و 12 درجة ستسجل بحول الله بأكادير. وبأكادير ستصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 24 درجة، 16 درجة بورتزات، 19 درجة بابن ملال، 21 درجة مرتقبة بمراكش بمدينة أسفي وكذلك بالصويرة، و 23 درجة بكلميم. بشمال الأقاليم الجنوبية ستكون الأجواء مشمسة وصافية، هذا ما عرف بعض الزوابع الرملية. درجات الحرارة ستصل بالزاي خلال الليل إلى 11 درجة، وستسجل كذلك بطنطان وببكرة 10 درجات بسمارة، 13 درجة بقلت الزمور، و 12 درجة مرتقبة بالعيون. ودرجات الحرارة القصوى ستسجل 26 درجة بطرفاية وكذلك بمدينة بوشدور، 21 درجة بالزاق، و 22 درجة بقلت الزمور وبمدينة سمارة. وبأقصى الأقاليم الجنوبية يتوقع دائما أن تكون الأجواء مشمسة، هذا ما عرف بعض الزوابع الرملية لا سيما بالمناطق الداخلية. درجات الحرارة خلال الليل بأوسرد ستصل إلى 14 درجة، وستسجل كذلك بالدخلة، 13 درجة ببئر أنزران، و 19 درجة بالكويرة. ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 26 درجة بمدينة الدخلة، ببئر أنزران وفي أوسرد، و 31 درجة بمدينة الكويرة على مقياس. وعن حالة البحر، سيكون بالواجهة المتوسط هادئ إلى قليل الهيجان، وبسواحل البغاز وعلى طول السواحل الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج، بعلو سيصل إلى مترين. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة، يوم الجمعة سيستمر الطقس البارد بالأطلس، بالريف، بالهضاب العليا الشرقية وكذلك بالجنوب الشرقي، كما سنلاحظ انتشار كتل ضبابية بالسهول الأطلسية وعلى طول الواجهة المتوسطية، ودرجات الحرارة ستشهد بعض الارتفاع الطفيف خلال النهار بجل المناطق. وأيام السبت، الأحد وكذلك الاثنين سيكون دائما الطقس بارد بمنطقة الأطلس، بالريف، بالهضاب العليا الشرقية وبالجنوب الشرقي، مع أجواء غائمة بالشمال الغربي. يومي الثلاثاء وكذلك الأربعاء سيكون الطقس دائما بارد بالأطلس، بمنطقة الريف، بالهضاب العليا الشرقية وبالجنوب الشرقي، مع سماء غائمة بالنصف الشمالي للمملكة وقليلة السحب إلى صافي ببقية المناطق. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد بعض الانخفاض الطفيف.